أفاد حقوقيون إيرانيون أن القضاء الإيراني وجه تهما تسمى بتهم الإفساد في الأرض والمحاربة ضد 39 من المعتقلين أثناء الاحتجاجات الأخيرة. وأضاف تقرير مجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران أن 35 من المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة تم توجيه تهم وهمية بهدف الحكم عليهم بالإعدام دون محاكمات عادلة. كما وجه نظام الولي الفقيه 4 تهم المحاربة ضد 4 من المعتقلين. وأشار التقرير إلى أن هذه التهم أدت في السابق إلى إعدام الآلاف من المعارضين الإيرانيين. هذا وحذر حقوقيون إيرانيون ومنظمات دولية مما وصفوها بمشانق العار، في إشارة إلى أحكام الإعدام التي تصدر بحق آلاف الإيرانيين دون أدلة أو محاكمات عادلة وتخدم أجندات سياسية بحتة. إلى ذلك، تظاهر المئات من الإيرانيين أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن تضامنا مع الانتفاضة الإيرانية واحتجاجا على الممارسات التي يرتكبها النظام الإيراني. وردد المحتجون شعارات تنادي بإسقاط النظام في إيران ووضع حد للخروقات التي يتعرض لها المتظاهرون المطالبون بالحرية والكرامة. تقترب الانتفاضة الإيرانية من إنهاء شهرها الأول. المحتجون استخدموا كافة الوسائل لإيصال صوتهم للعالم أجمع للضغط على نظام الولي الفقيه لإيقاف مسلسلات القتل والتعذيب. ومن العاصمة البريطانية خرج مئات المتظاهرين الإيرانيين أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية تضامنا مع الانتفاضة واحتجاجا على الممارسات التي يرتكبها النظام. وشارك في التظاهرة أعضاء جمعيات إيرانية بريطانية وأعضاء من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وحث المشاركون رئيسة الوزراء ووزارة الخارجية البريطانية على إدانة ممارسات النظام القمعية ضد المتظاهرين العزل، والتي أسفرت عن اعتقال ما يربو على 8000 شخص والذين قد يتعرضون لعقوبات الإعدام. أعتقد أن إيران دولة عظيمة وشعبها يستحقون أفضل بكثير من الاضطهاد والظلم الذي يواجهونه على يد حكومتهم. نحن بحاجة إلى تغيير في إيران، ونحتاج إلى وضع حد للقسوة واللا إنسانية التي ترتكبها حكومته على شعبها. ويسرني جدا أن أكون هنا لتقديم دعم لكم وللهدف الذي تدافعون عنه. واستمرت المظاهرة لساعات، وردد المحتجون شعارات تنادي بإسقاط النظام في إيران، ونادوا المجتمع الدولي لوضع حد للممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها المتظاهرون. كما رفع المتظاهرون شعارات تندد بالتدخلات الإيرانية السافرة في عدد من البلدان العربية من خلال أذرعها التي تساهم في قتل الشعوب. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من لندن الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو العينين. مساء الخير سيد محمد. أهلا وسهلا. نعم سيد محمد، في توقعاتك يعني إلى أين تتجه بوصلة الأحداث في داخل إيران مع ازدياد أعداد المحتجين يوما بعد يوم، من خلال قراءتك لهذه التظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة البريطانية لندن؟ إلى حد ما إذا ما تحدثنا عن ما يحدث في إيران، فإنه ربما في مقبل الأيام نشهد بعض التصاعد في هذا وفي هذه المظاهرات، وهذا لأنه في النهاية الأفق أو ما يطلق عليه أفق الحل غير موجود. طبيعة هذه الأزمة في أغلبها هي ذات أبعاد أو دوافعها ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية. نعم. أعتقد أن جزء كبير منها بسبب الأوضاع الاقتصادية في إيران، وبالتالي وطبعا استشراء الفساد، ربما يكون من الصعب نظرا لأن يعني القضية في إيران ما زالت على حالها. أعتقد أن أفق ربما يعني تسييل هذه الأزمة أو حلها ما زال بعيدا إلى حد. نعم. طيب سيد محمد، كيف كان صدى هذه المظاهرات في العاصمة البريطانية، سواء من المؤسسات البريطانية أو إذا كان هنالك موقف رسمي من الحكومة البريطانية؟
أعتقد أنه بشكل عام الحكومة البريطانية تقدم يعني الدعم، ولكن هذا الدعم بطبيعة الحال هو يعني ليس دعم مباشر، ولكنه دعم غير مباشر، يعني من قبيل تقديم ما يمكن أن نسميه الدعم المعنوي لهذه التحركات. ولا ننسى أن تصريحات الرئيس الأمريكي كانت إلى حد ما يعني واضحة في هذا السياق، ولكني أعتقد أنه ربما إذا ما استمرت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بشكل محدد في دعم هذه التحركات، ربما يؤثر بنهاية المطاف على فاعلية هذه التظاهرات، نظرا لأن هناك قدر ما من الحساسية الإيرانية التي لا علاقة بالهوية الإيرانية تجاه مثل هذه التدخلات. وأعتقد أنها لو يعني ربما كانت أقل إلى حد ما، ربما تساعد هذا في زيادة نشاط هذه التحركات. نعم، من لندن الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو العينين، شكرا جزيلا لك.